المولد المورد الثالث والعشرون الكامل جزء عشر في صفحة سبعة عشر الصفحة السابعة عشرة وما بعدها ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة خمسمائة واثنين وثمانين هجري قال ابن الأثير ذكر اختلاف الفرنج بالشام وانحياز القمص صاحب طرابلس إلى صلاح الدين كان القمص صاحب طرابلس واسمه ريمند ابنوري مندل سنجيلي فطمع في الملك ثم ان هذه الملكه كلام انا اقتبس منه يقول ثم ان هذه الملكه تزوجته اي تزوجت شخص فرنجي اسمه كي يقول ثم ان هذه الملكه تزوجت كي الفرنجي وهذا القمص يطمع في الملك يقول ثم ان هذه الملكه تزوجت كي الفرنجي ونقلت الملك إليه وجعلت التاج على رأسه فأطاعوه ودانوا له فعظم ذلك على القمص وزاده ذلك نفورا وجاهر بالمشاقة والمباينة وراسل صلاح الدين وانتمى إليه واعتضد به وطلب منه المساعدة على بلوغ غرضه من الفرنج ففرح صلاح الدين والمسلمون بذلك ووعده النصر والسعي له في كل ما يريد وضمن له انه يجعله ملكا مستقلا للفرنج قاطبه وكان عنده جماعه من فرسان القمص اسرى فاطلقهم واظهر القمص طاعه صلاح الدين ووافقه على ما فعله جماعه من الفرنج فاختلفت كلمتهم اي كلمه الفرنج وتفرق شملهم جماعه مع القمص وصاروا من حلفاء صلاح الدين وتحت طاعه صلاح الدين والقسم الاخر من الفرنج بخلاف هؤلاء وكان ذلك من اعظم الاسباب الموجبه لفتح بلادهم التفت جيدا اذا انشقاق الفرنج هذا احد الاسباب التي ادت الى فتح بلدان الاسلام من يد الفرنج يقول وكان ذلك من اعظم الاسباب الموجبه لفتح بلادهم واستنقاذ البيت المقدس منهم على ما نذكره إن شاء الله فشنت الغارات فشنت أي شنت العساكر الإسلامية فشنت الغارات على بلاد الفرنج وخرجت سالمة غانمة فوهن الفرنج بذلك وضعفوا وتجرأ المسلمون عليهم وطمعوا فيهم المورد الرابع والعشرون الكامل الجزء العاشر صفحة تسعة عشرة ثم دخلت سنه 282 و500 سنه 582 هجري. قال ابن الاثير ذكر غدر البرنس ارناط، كان البرنس ارناط صاحب الكرك من اعظم الفرنج واخبثهم واشدهم عداوه للمسلمين واعظمهم ضررا عليهم فلما راى صلاح الدين ذلك منه قصده بالحصر مره بعد مره. وبالغارة على بلاده كرة بعد أخرى فذل وخضع وطلب الصلح من صلاح الدين فأجابه إلى ذلك وهادنه وتحالفا وترددت, وترددت القوافل من الشام إلى مصر فتح الطريق بين الشام ومصر بسبب هذا الصلح ومن مصر إلى الشام وترددت القوافل من الشام إلى مصر ومن مصر إلى الشام أقول هذا هو الغرض فاذا تحقق الغرض فلا مشكله تبقى مع الفرنج حتى وان بقوا محتلين المسجد الاقصى والمقدسات وبلاد الاسلام المهم يوجد طريق ويوجد اتصال بين مصر والشام بين هذه البلدان الاسلاميه فلما كان هذه السنه اجتاز به قافله عظيمه عزيزه الاموال كثيره الرجال ومعها جماعه صالحه من الاجناد فغدر اللعين هذا البرنس فغدر اللعين بهم البرنس أرناط غدر بهم فغدر اللعين بهم وأخذهم عن آخرهم وغنم أموالهم ودوابهم وسلاحهم وأودع السجون من أسره منهم أقول الآن فقط صاروا غير مرغوب فيهم ولا بد من مقاتلتهم وغزوهم وتحرير البلاد والعباد منهم، لماذا؟ لانهم فعلوا ما فعلوا. اما بدون هذا الفعل المنكر فلا مشكله ببقائهم ووجودهم، ولا مشكله في بقاء المقدسات تحت ايديهم. يكمل يقول ابن الاثير: فارسل اليه صلاح الدين يلومه ويقبح فعله وغدره ويتهدده ان لم يطلق الاسرى والاموال فلم يجب الى ذلك. وأصر على الامتناع. هل يوجد رد فعل من صلاح الدين؟ لا يوجد ابدا. لكن ما هو رد الفعل؟ يقول نذر فنذر صلاح الدين نذرا ان يقتله ان ظفر به. فنذر صلاح الدين نذرا ان يقتله ان ظفر به. فكان ما نذكره ان شاء الله تعالى. هذا الكلام لابن الاثير.